لأكثر من شهرين، وقوات الاحتلال تواصل هجومها البري وقصفها الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من قطاع غزة. فمنذ 7 أكتوبر الماضي ترتكب إسرائيل المجازر وتواصل انتهاك القوانين الإنسانية والدولية دون محاسبة لقادتها، وسط دعوات فلسطينية لتقديم بلاغات للجنائية الدولية لمعاقبة المسؤولين عن تلك المجازر والانتهاكات. فلا يكاد يمر يوم دون سماع صوت سيارة الدفاع المدني في قطاع غزة تسابق الزمن متوجهة إلى عملية إنقاذ، غير أن العواقب تبقى غير محسوبة في ظل نقص الإمكانيات نقصاً حاداً، إذ إن غالبية السيارات المتوفرة لدى طواقم الدفاع المدني رغم مهمتها الإنسانية بالغة الحساسية في خطر شديد كونها ومعداتها متقادمة ولم يتم تحديثهما منذ سنين. علاوة على ذلك، فإن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير 80% من آليات ومعدات الإنقاذ، بجانب الحاجة إلى إدخال 1 مليون لتر من الوقود يومياً إلى غزة لتحريك المعدات للوصول إلى مناطق الكوارث لانتشال النجين والجثث. النقص الشديد في سيارات ومعدات جهاز الدفاع المدني يمثل جزءاً من سلسلة أزمات حادة نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع، ويمثل أيضاً تحدياً صعباً لأحد أجهزة الخدمات الأساسية. لكن ذلك لم يمنع عمال الإنقاذ والمتطوعين في غزة من استخدام أيديهم للبحث عن ناجين بين أنقاض المباني المنهارة. وضع بالغ التعقيد أبى الاحتلال أن يبقيه على حاله، فقرر أن يزيده سوءاً، فقام بقصف نقطة الدفاع المدني الوحيدة التي كانت تعمل في قطاع غزة حتى خرجت عن الخدمة، ما يعني عدم إمكانية إجلاء الشهداء والجرحى من تحت الركام، ما ينذر بكارثة محققة.